السلام عليكم، يعطيكم العافية طلابي. اليوم بإذن الله راح نشرح بمادة التاريخ الدرس الثالث اللي هو حركة الاكتشافات الجغرافية الأوروبية. طبعا عندي ورقة العمل شاملة للدرس. أولا بدي أجاوب على الأسئلة. أذكر أهم المواقع التي تم اكتشافها في القرن الخامس عشر الميلادي. طبعا الجواب أنه كان من نتائج النهضة الأوروبية اللي تحدثنا عنها في الدرسين السابقين، انه قامت عندي حركة اكتشافات جغرافية، فاكتشف عندي العالم الجديد اللي هو الامريكيتين واستراليا، واكتشفوا ايضا طريق رأس الرجاء الصالح. بعدين بدنا نعرف شو اهم العوامل اللي ساعدت الاوروبيين على قيام حركة الاكتشافات الجغرافية. اول اشي عندي عوامل سياسية. كان الاوروبيين بيرغبوا انهم بدهم يضعفوا من قوة العالم الاسلامي اللي كان مسيطر على الطريق اللي بوصل للهند. بعدين كان عندهم رغبة الدول الأوروبية في أنهم يسيطروا على أراضي جديدة عشان يستعمروها. هلا العوامل الدينية، كانت الكنيسة الكاثوليكية بتشجع حركة الاكتشافات الجغرافية عشان تنشر الديانة المسيحية في البلاد المكتشفة وزياد وحتى تزيد أتباعها. العوامل الاقتصادية كانت أو تمثلت بالحاجة لبضائع الشرق من سلع وبهارات وتوابل وسكر، إضافة إلى أنهم كانوا بيرغبوا في أنهم يتخلصوا من الرسوم والضرائب اللي كانت تدفع للعرب والمسلمين عن البضائع التجارية. طبعا المفروض نعرف ولازم نعرف أن الأوروبيين لما كانوا بدهم يروحوا على دول شرق آسيا كانوا يمروا في الدول العربية، بس الأوروبيين كانوا لما يمروا من عنا من طرق العالم الإسلامي كانوا يدفعوا ضرائب للمسلمين. هذا اللي خلى الأوروبيين يبحثوا عن طريق جديد، فضلا عن رفض سيطرة المسلمين على الطريق التجاري المار بآسيا الصغرى وجنوب شرق آسيا. هسا العوامل الجغرافية، زاد معرفة عندي الأوروبيين بالمعلومات الجغرافية اللي تطلعوا عليها، فعرفوا عندي الاسترلاب والبوصلة عن العرب، طبعا أخذوهم واستخدموا الخرائط، وتطورت عندهم صناعة السفن اللي عملوها بثلاث ساريات عشان تمشي عكس اتجاه الرياح لمسافات بعيدة وسرعة أكبر. اولا بدنا نحكي عن الاكتشافات البرتغاليه. بحكي لي ليش الاسبان هم اول من بداوا برحلات الاستكشاف. طبعا بعد ما سقطت الاندلس بايدي الاسبان انتقلت جميع خرائط اللي رسمها الجغرافيون والمسلمون للاسبان والبرتغاليين، عشان هيك بنشوفهم اول من بداوا برحلات الاستكشاف والبحث عن طريق تجاري جديد، لانه كل الخرائط اللي رسموها المسلمين وقعت بايديهم. ما هي أسباب التي دفعت الإسبان في البحث عن طريق جديد يوصلهم للهند؟ عشان بدهم يسيطروا على تجارة المحيط الهندي من دون ما يمروا بالعالم الإسلامي زي ما حكينا قبل شوي. عشان هيك عندما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح أنشأوا لهم بها موانئ بحرية على سواحل الخليج وسواحل جنوب شرق آسيا. طبعا الاكتشافات الجغرافية البرتغالية مرت عندي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى لما قام الأمير البرتغالي هنري الملاح برحلات كثيرة، ترتب عليها اكتشاف جزر ماديرا وأزور وجزر البليار، ووصلوا لنهر السنغال وغانا. المرحلة الثانية كان قائدها بارتليمو دياز، نجح في أنه يكتشف الطرف الجنوبي لإفريقيا وأنه يوصل لطريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول إفريقيا ويوصل للهند. المرحلة الثالثة قادها فاسكو دي غاما، اتمكن من انه يوصل للجنوب الشرقي لسواحل افريقيا. طبعا استفاد من خبرات الملاحين العرب اللي كانوا بيسكنوا في المناطق اللي وصل لها اللي هي سواحل افريقيا. بعدين تابع دي غاما رحلته حتى وصل لمدينة كاليكوت في الهند. ثانيا بدنا نحكي عن الاكتشافات الاسبانية. بحكي لي صار في تنافس عندي بين اسبانيا والبرتغال لقيام الإسبان بالبحث عن طريق جديد بده يوصلهم للهند والصين بالإبحار غربا، حتى اقتنعت ملكة إسبانيا إيزابيلا بفكرة كريستوفر كولومبوس. على إيش بتقوم فكرة كريستوفر كولومبوس؟ إنه يمكن الوصول للهند بالإبحار غربا عبر المحيط الأطلسي، إنه ممكن يوصلوا للهند في إنهم يبحروا غربا عبر المحيط الأطلسي. طبعا ب 1492 ابحر كولومبوس من غرب اسبانيا عن طريق البحر المحيط الاطلسي، وصل لليابسة معتقد انه وصل لشواطئ الهند، عشان هيك سموا سكان المنطقة باسم الهنود. بعدين رجع قام كولومبوس بعد ذلك بثلاث رحلات اخرى ليؤكد انه اكتشف الهند.
بعدين توفي من غير انه يعلم انه اكتشف عالما جديدا. بعد هيك ابحر الايطالي اميريكو مئات الكيلومترات على شواطئ العالم الجديد الذي اكتشفه كولومبوس، وتأكد لديه ان كولومبوس اكتشف عالم جديد، وتقديرا لاميريكو سمي العالم الجديد باسم امريكا. يعني كريستوفر كولومبوس ما وصل الهند، وصل لأمريكا، بس هو اعتقد انه وصل للهند، عشان هيك سمى سكان امريكا بداية بالهنود. بعدين لما توفي ابحر الايطالي اميريكو وعرف انه كريستوفر كولومبوس اكتشف عالم جديد وليس الهند. بعد هيك عندي سؤال، ما هي رحلة ماجلان وما اهميتها؟ بحكي لي بال 1519 قام ماجلان برحلة الدوران حول الأرض، فانطلق من إسبانيا عن طريق المضيق الذي سمي باسمه باتجاه المحيط الهادي، وصل للفلبين، بعد 3 سنوات رجع للنقطة نفسها اللي انطلق منها، وبهيك أثبت ماجلان كروية الأرض. يعني شو أهمية رحلة ماجلان؟ إنه أثبت كروية الأرض. بعدين بدنا ننتقل للاكتشافات الإنجليزية. بحكي لي ما السبب الرئيس لقيام حركة الاكتشافات الإنجليزية؟ طبعا السبب الوحيد اللي هي التجارة، كان لها دور كثير كبير في حركة الاكتشافات الجغرافية الإنجليزية. طبعا إيش أهم رحلات الاكتشافات الإنجليزية؟ عندي رحلة جون كابوت اللي أبحر من ميناء بريستول عن طريق المحيط الأطلسي لحتى يبحث على الطريق عن الطريق الشمالي لأمريكا، فاكتشف الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية. بعدين عندي رحلة جيمس كوك اللي تمكن من خلال رحلته بين انه يوصل السواحل الشرقية لأستراليا. بعدين عندي الملاح الفرنسي جاك كارتيه قام برحلة الى شواطئ امريكا الشمالية فاكتشف نهر سانت لورانس. بعدين لاسال اكتشف نهر المسيسيبي، وتمكن الفرنسيون من انشاء مدينتي كويبيك ومونتريال في كندا. بعدين عندي كيف شارك الهولنديين في حركة الاكتشافات الجغرافية؟ طبعا أسسوا الهولنديين شركة الهند الشرقية الهولندية عشان يوسحوا تجارتهم في الشرق، فسيطروا على جزيرة جاوا وجزيرة مالقا في آسيا وأخرجوا البرتغاليين منها. بعدين الهولنديين احتكروا عند تجارة السكر والشاي والتوابل والبهارات، وقد أسست شركة الهند الشرقية الهولندية مستعمرة أمستردام في نيويورك. في نهاية الدرس بدنا نحكي عن نتائج حركة الاكتشافات الجغرافية. بداية بدنا نحكي عن نتائج السياسية، انه زاد التنافس الاستعماري بين الدول الاوروبية عشان يسيطروا على العالم، قامت بينهم حروب كثيرة مثل حرب ال7 سنوات بين بريطانيا وفرنسا بهدف التقاسم النفوذ في امريكا الشمالية. طبعا انتهت بخسارة فرنسا في معظم مستعمراتها في امريكا الشمالية والهند لصالح بريطانيا، يعني اللي فاز بحرب ال7 سنوات اللي هي بريطانيا. طبعا اتراجعت مكانة العالم الإسلامي وضعفت قوته السياسية بسبب تدهور الحالة الاقتصادية. النتائج الاقتصادية، سيطر على تجارة الشرق وانتزاعها من أيدي المسلمين، طبعا أدى لإضعاف البلاد العربية والإسلامية اقتصاديا. تدفق منتجات الشرق على الأسواق الأوروبية، فأسهم ذلك في توسع التبادل التجاري في العالم الذي حول الثروة من طبقة ملاك الأرض لطبقة جديدة اللي هي البرجوازية. انتقلت عندي مركز التجارة من حوض البحر الأبيض المتوسط اللي كان بإيد المسلمين والإيطاليين للبحار الغربية والجنوبية. عندي النتائج العلمية، تقدمت عندي العلوم الجغرافية فأثبتت كروية الأرض، واكتشفوا أماكن جديدة كانت مجهولة للعالم. زادت عندي المعلومات الخاصة بعلم النبات والحيوان والبر والبحر. اتقدم عندي علم الفلك ووسائل إرشاد الملاحين. تحسنت عندي صناعة السفن وزاد حجمها ومتانة هياكلها. طبعا الديانة، النتائج الدينية، أنه انتشرت عندي الإرساليات التبشيرية اللي رافقت الحملات الاستكشافية بين السكان الأصليين للبلاد، ومارست بحقهم التنصير القسري. شو يعني تنصير قسري؟ يعني يصيروا نصارى إجباريا، يعني غصبا عنهم يصيروا نصارى اللي هم أتباع الدين المسيحي، خاصة في إفريقيا وأمريكا الشمالية. هيك بنكون خلصنا درسنا، ويعطيكم العافية يا تاسر.